اهلا اهلا، كنت فين؟ كنت بقيت في الملعب. يعني كنت بقيت في الملعب؟ ولا اتصل بيك من امبارح ما بتردش. خلاص بقى جورجينا بقى حليني بقى. ما هو من خدتك خمسة يا دون خمسة. بلدهن بلبون، سيبيني في حالي. ما انا قلت لك سرشاير دوت اصلا بتاع جبنة قريش، مصدقتنيش. جابوا الاول قلنا هنعوض، دخل التاني قلنا نشد حنا ونباصي ونروح ناحيه ايه الجون بتاعه، التالت دخل قلنا ايه نعيد ايام زمان 2002 وهنسخن انه يعمل الايه الرومونتادا. تسخن ايه وتعمل ايه؟ ده انتوا كلكم اتكفيتوا على وشكم. جورجينا بقول لك ما تيجي ناخد يخت ونطلع سفاري في اي حته، انا جايب جاز. ما انت لازم تجيب جاز طبعا، مش اتحط عليكم جورجينا؟ طب ما تهمدنيش. همدك ايه؟ مش هو الواد ده منين اللي حط عليكم؟ مش عارف، بقول لك من طنط، حته اسمها طنط. دلوقتي انا عايز اعرف انت سبت اسبانيا ليه؟ ممكن ما تهلليش؟ ايه اللي سبت اسبانيا ليه؟ ايوه وبعدين رحت ايطاليا، رحت ايطاليا ليه اصلا؟ انا بحب الصعب يا جورجي. عملت ايه هناك؟ ما المافيا اشتغلت وبوظت الدنيا، ما انا كنت رايح على بالين دور، انا عايز العب في الدوري الايطالي ده، كان فيه هدف ما جاش، طب اعمل ايه؟ وبعدين رحت رايح مانشستر؟ يعني بالذكاء؟ ما تندبيش طب وما تعليش صوتك، ما انا رايح ليه مانشستر؟ مش ده اللي في الفريق القديم؟ انت فاكره احنا كنا بنطلع قرش النمو وكان من مانشستر؟ انت عمال تقول رحت مانشستر؟ هو وصل شاد باظ الدنيا. طبعا عملت حاجه يعني؟ حاجه في حاجه فادتك؟ خد هنا مش بكلمك. والله العظيم همشي. ماشي رايح فين؟ خد هنا. جورجانيا انت دماغك بايظه. رايح فين؟ والله روح خد هنا. والله روح الملعب اقعد في الملعب. مين موسى صلاح ده؟ موسى صلاح ده مشطب، ده مفيش كوره، ده هي بيعمل كده وكده ويجري بس، مفيش. ايوه شغل بيزياده عنك. ماشي يا ست بركه، مبروك ماشي، بيدعي مراته بتدعي له بتاكله بتشربه. انا بقول لك عايز اكل، بتقولي مش عامله اكل عشان خاصه. ايه يا عم هو مجوعك؟ نسيتي نسيتي الكريس والدن والاحتفالات واليخوت والفلوس. خد هنا مش بكلمك.